جديدة. اسمي عماد أحمد النزام، مواليد 1976. خليل محمد صالح. خليل محمد صالح مواليد بعض. وين مولود؟ مولود أبو كمال. بأين مجموعة كنتوا أنتوا هون؟ أسود الشرقية. أسود الشرقية. وأنت كمان؟ أسود الشرقية. 206 أبي نقطة. نقطة. 206 ما هي؟ صحيح. أنت كنت مسؤول عنها؟ يا مسؤول عنها أبو المثنى واحد اسمه أبو المثنى. هاي مستودع أسد. إيه. فيها تقريباً 7-8 شباب. شو في؟ فيها 7 شباب 8 هاي مستمينها قاعدين فيها. لا 200. فيها منطقة ثانية قيادة فيها 11 شخص. قيادة. مركزية فيها 9. 601 فيها 8. هاي 601 شو هاي؟ هاي كان ساكن فيها واحد اسمه أبو يوسف. مين هذا أبو يوسف؟ واحد من القيادة. هاي براءة القطاع. ها؟ بزرقة منطقة بزرقة. حطوني حارس بمشفى، مشفى للأسود. مشفى؟ مشفى للأسود. وين هاي؟ مخيم رضوان. إيه ظليت عندهم تقريبا شيء سنة ونص ما في رواتب. إذن 40 واحد ما كانوا مقسمين مثلا قائد جماعة ولا واحد بالهندسي؟ يا ما قائد نقطة مع عناصر. كنتوا عبارة عن عملية حراسة تقوموا فيها. هونيك بشكل عام كنتوا تستخدموا مثلا كبتاغون أو هيك شغلات إلى علاقة مثلا تعطيك ال طاقة بمنهم يضربون شبوة. ها؟ شبوة. شو شبوة؟ نوع مخدر. شبوة اسمه شبوة. صحيح. وكنتوا تستخدموه ماي؟ إذن 601 هذا النقطة اللي هي تستقبل المخدرات والحبوب الهلوسة وكذا. بعدها وين بيروحوا فيها؟ بيوزعون على التجار. في تجار. بشكل عام كيف كان بشكل دوري يجي عندكم المخدرات؟ كل قديش وقديش حجمها؟ قديش يعني الكمية؟ حسب البضاعة تجي، حسب البضاعة تجي غالية. تقريبا والله ما اعرف شيء، تقريبا حوالي 2000 مشد. ها؟ 2000 مشد. 2000 مشد مثل شو هي؟ مثل مشد. مشد شد. هذا تجي الشد 1200 حبة كل واحد. كل واحد قد ايه فيها؟ 200 1200. هاي كل قديش يجوا؟ حسب مرتبة التاجر. ها؟ حسب مرتبة التاجر. كل شهر كل شهرين؟ حسب، كل 20 يوم كل 5. منين بيجوا؟ والله ما بعرف منين يجوا. نو من الأردن، من العراق، من هون، منين تقريبا؟ والله ما بعرف. يعني احنا بنيجي عندنا على النقطة حبوب وشبو. برأيك منين بيجوا؟ لأنه كنا مقررين، لأنه الناس خايفة ما تستفيد الإطلاع، قالوا لنا روحوا أنتم. بس توصلوا خاطرنا. كثير هونيك ناس حابين يجوا لهون. خوفين هم. مش متخوفين؟ يخوفون وقاعدين. قالوا من الروس وجينا لهون شفنا الأسود. ها؟ التنف الأسود. ابنك ليش ما يجي؟ يجي، قال لي راتي هسه، قال لي بس توصل لأمي خابرني أجي. قال لك بس توصل؟ كيف كان علاقتكم معه أنتم؟ والله علاقته وسخة. ها؟ وسخة علاقته، مو زينة. مو زينة. مشاوي وأكل ولباس والعساكر. نعم. لا ما في ضرب، أحياناً يتخاون على واحد ويعرفوا يضربونه من يخالف الحرس أو يمروا بشيء. ما في ضرب يعني ولا في كذا؟ في ضرب وفي سجن عندهم الأسود. بالله مثلا حطوكم بجوار عقوبات؟ لا كذا. لا بس السجن منفردات. ها؟ منفردات. قد عقوبات غير هالسجن؟ خصموا من الراتب يعني. يخصمون من الراتب. اول واحد اذا يكون ضعيف عرتوه يقتلوه. ليش كانوا يعاقبوا؟ شو السبب؟ يا يكون مخالف الحرس نايم او يكون طالع من دون اذن. مثلا جيتوا لهون كيف حاسين بحالكم بقى جيتوا؟ والله طمنا لما اجينا طمنا، ارتاحين كثير نفسيتنا. يطلعوا ولا يبقوا هنيك؟ والله اتمنى من كل الاخوه الغالي يطلعوني لهون. لانه امان في سوريا والحمد لله رب العالمين، كانوا اول يخوفونا، امي كانوا يخوفونا من جدنا على سوريا، حفظنا الوطن من الجيش السوري والاورانيه والروس انهم يذبحون ويسوون، بالعكس طلع حكيهم كله كذبه كذبه، احنا هي انا عندهم وبامانه الحمد لله. ودي اني اوجه رسالتي لابني ولاخويا والاهل اللي واللي اعرفهم اللي يعرفون هناك مخيم الركبان هذي، يعني احنا بنص الروسي الروس ونص الامن السوري، والله مكيفين ولا حد حط مسدس على راسنا ولا حد ضغط علينا ولا اي شيء، واتمنى لكم كلكم ترجعون على حضن الوطن، لانه هناك مو دائما لكم وراح ترجعون على حضن الوطن، بس تعالوا هسه والله نحن مو ناقصنا كل شيء، والله كل شيء متهيئ لنا، اكل، شرب، نيت، اتصالات، كل شيء مو ناقصنا.